بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سفر حزقيال من الاسفار الكبيره اللي بنخاف منها، 48 اصحاح. لكن هنحاول النهارده على قد ما نقدر نشوف المفاتيح اللي نقدر بيها نخزو السفر ده ويبقى شكله كده سهل خالص، ونحاول على قدر الامكان، لان مش هنقدر على اللي احنا نخش في كل تفاصيله، لكن على قدر الامكان هنحاول نعرف مين حزقيال، ونعرف الظروف اللي كتب فيها السفر بتاعه، ونعرف كده عناوين واقسام السفر، وان شاء الله تبقى كلها معلومات مفيده. اول حاجه عايز اكلمكم شويه على حزقيال، لان احنا لما نعرف مين حزقيال والظروف اللي اتكتب فيها السفر ده اكيد هنعرف نفهم اكتر الخلفيات والدوافع والاهداف والسمات اللي هو من اجله اتكتبت السفر ده. حزقيال اتولد سنه 623 قبل الميلاد. اتولد فين؟ اتولد في اورشليم، يهودي. قعد في اورشليم كم سنه؟ قعد 25 سنه في اورشليم، لغايه لما جه السبي بتاعه، لغايه لما جه السبي بتاع بابل. اول ما جه السبي راح مع السبي، سافر مع السبي، وراح يعيش في السبي في بابل مع بقيه الشعب من المسبيين لغاية آخر يوم في حياته. يبقى قعد كم سنة في أورشليم؟ 25 سنة، لغاية لما السبي جه، وهو من ضمن الناس اللي راحوا عاشوا، ربنا أراد إن هو يروح يعيش مع المسبيين عشان يفتقدهم هناك، وعلشان يراهم هناك، عشان يوصه لهم كلمة ربنا. زي ما سمعنا دلوقتي من دكتور هاني، حزقيال كان عايش في السبي فين؟ جنب نهر او قناة اسمها نهر خابور، قابور او نهر هابور. اول 4 سنين قضاهم حزقيال في السبي الحقيقة ما فتحش بقه خالص، قعد صامت وقعد ساكت كأنه بيدرس كده ايه الموقف شكله ايه. طبعا الفترة دي كانت بابل في قمة عظمتها وفي قمة قوتها، لسه بقى كان السبي بقيادة مين؟ نبوخذ نصر، مش كده؟ على قد ما بابل دي كانت قوية جدا، على قد ما كان المسبيين كان حالتهم النفسية شكلها ايه؟ الحياة كانت مدمرة جدا ونفسيتهم تعبانة جدا نتيجة خروجهم من بلدهم، نتيجة طردهم، نتيجة الغربة اللي ابتدوا يحسوا بيها. أنا عايزكم تعيشوا معايا الكلام ده، لأن الكلام ده هنحسه وإحنا بنقرأ السفر. هتحس إزاي حزقيال بيتكلم وإزاي الشعب بيتصرف، كل ده لازم نعرف الباك جراوند اللي هو بيفصل لنا وبيسهل لنا اللي إحنا نفهم الكلام. طيب حزقيال ابتدى إمتى النبوة بتاعته؟ ابتدى في السنة الخامسة. أول 4 سنين فضل إيه؟ ساكت. ابتدى النبوة بتاعته بعد السبي أو في السنة الخامسة من الإيه؟ من السبي. ابتدى يشوف الرؤى بتاعت ربنا، وابتدى يشوف المركبة النارية الإلهية اللي كانت دي عبارة عن إيه؟ تسليم من ربنا لحزقيال، أو بداية خدمة الايه؟ النبوات. بداية البنوات كانت ابتدت بالمركبة النارية. طب استمر قد ايه حزقيال في النبوات؟ قعد يتنبأ 22 سنة، من سنة 592 ل 570 قبل الميلاد. حزقيال معناها ايه؟ حد يعرف
حد يعرف يعني حزقيال؟ حزقيال معناها اولا هي كلمة يهودية او كلمة عبرية معناها الله يقوي. الله يقوي، قوة الله، قوة الله. جت منين؟ هو كل حاجة ممكن تكون كده حاجة هبهزر؟ لا ابدا، كأن الله عايز يوصف احتياج الشعب في الفترة دي نتيجة انغماسه في الخطية وبعده عن ربنا والمجهود اللي كان محتاجه أو المقاومة اللي كان بيقاوم بيها الشعب حزقيال. فكان شعب، كان حزقيال محتاج إيه؟ محتاج قوة من ربنا. عشان كده حزقيال معناه الله يقوي أو قوة الله. خلي بالكم نقطة مهمة قوي عايز أقول لكم عليها، إن حزقيال كان بيخدم شعب قاسي جدا وشعب عنيد جدا، هتحسوا كده واحنا بنقرأ السفر. عشان كده قسوته عنده ده كان محتاج قوة من ربنا عشان يسنده في خدمته وعلشان العمل بتاعه يتم. وانت بتقرأ السفر هتلاقي ان تأثير حزقيال على الشعب كان تأثير قوي ولا تأثير ضعيف؟ الحقيقة حزقيال ما كانش مؤثر خالص، ما كانش مؤثر خالص، ما أثرش على الشعب خالص. وكان بينادي الشعب بكلمة هتلاقيها موجودة تقريبا في كل السفر، وصف الشعب اليهودي بالشعب المتمرد. هتلاقي كلمة الشعب المتمرد دي موجودة تقريبا في كل الأسفار بتاعت سفر حزقيال. من اكتر الحاجات اللي كانت مضايقه جدا حزقيال في خدمته وتعباه جدا، ان الشعب كان بيحب يسمع الوعظات بتاعته. على فكره حزقيال كان شاعر وكان زي الفنان، كلامه كله جميل تحب تسمعه. فالشعب كان بيحب يسمع قوي حزقيال، بس ايه؟ بغرض ايه؟ بغرض التعليم؟ لا، بغرض ايه؟ كنوع من التسلية وكنوع من الاستمتاع بجمال الالفاظ وحلاوة الالفاظ. صدقوني اصعب حاجة الشيطان يحاربنا بيها ان الوعظة تتحول لنوع من التسلية وتبقى الوعظة تبقى زي شهوة القلب بدل ما تكون نوع من التدريب والنمو الروحي، بقينا نسمعها عشان ايه؟ نتسلى. لسه واحد جاي يقول لي يا ابونا انا اتعودت، ما عمري دلوقتي ما بعرفش انام غير لما ايه؟ غير لما اشغل السي دي بتاعي واشغل وعظة لابونا داود. انا اسمع صوت ابونا داود من هنا واروح في سبع نوم. قلت له افرح ابونا داود وافرحه. يقول لي يا ابونا اول امبارح كنت مشدود قوي وروح تعبان قوي. قلت له طب عملت ايه؟ قال لي روحت خدت شاور كده مية دافية. قلت له وبعدين؟ قال لي ولعت الكاسيت وقلت اسمع وعظة لابونا. قلت له برافو عليك. قال له وبعدين؟ قال لي وبعدين يا ابونا. قلت له يعني عملت ايه؟ قال لي كنت في سابع نوم. هو ده اللي كان حاسس بيه مين؟ هو ده اللي كان حاسس بيه حزقيال. لا يا حبيبي، تخش دلوقتي بيوتنا وعربياتنا ما اكتر السيديهات، مش كده؟ وما اكتر الوعظات. وبقينا دلوقتي طول النهار نسمع في وعظ، بس للاسف الوعظ دلوقتي ما بقاش للتدريب ولا بقى نوع من النمو الروحي، لكن بقى ايه؟ لا، للتسليه. انا بعشق سيدنا فلان، انا بعشق ابونا، انا صوته بيجيب لي سلام. هي الوعظة بقت أصوات؟ لا يا حبيبي. يا ريت الكلمة دي، أنا عجبتني قوي حزقيال عشان حسيت قوي إن حزقيال بيتكلم على حاجة إحنا إيه؟ إحنا عايشينها، عايشينها قوي. عشان كده النهاردة حزقيال بيقول لنا الوعظة مش للاستمتاع السمعي، ولكن الوعظة للتنفيذ العملي. يا ريت نحفظها الكلمة دي، الوعظة مش الاستمتاع السمعي ولكن للتنفيذ العملي والنمو الروحي.
كأن حسقيال النهاردة كده بيقول لنا كم وعظة سمحتها، كم وعظة نفذتها في حياتك. دي كانت مقدمة عرفنا فيها اتولد امتى، وعرفنا فيها السبي قعد في أورشليم قد ايه، وابتدى النبوات بتاعته يبتديها بعد السبي بخمس سنين، وعرفنا فيها صفة الشعب وحالة الشعب في الفترة دي كان شكلها ايه. تعالوا نتكلم بعد كده في هدف السفر. ايه الهدف من سفر حزقيال؟ كل حاجة ليها هدف، كل حاجة ليها غرض، ولما نعرف الهدف هنعرف نفهم المفاتيح بتاعت السفر. في الفترة الأولى من السبي الملك بتاع بابل كان اسمه ايه؟ نبوخذ نصر، مش كده؟ كان الحقيقة بيتعامل مع اليهود اللي كان عايشين في السبي بهدوء قوي، كنوع من الايه؟ التمويه، كنوع من التمويه. لا خرب حاجة في أورشليم ولا هدم الهيكل. ليه؟ مين كان قال لهم ان أورشليم هتتهدم قبل حزقيال؟ أرمية، مش كده؟ علشان كده لما دخلوا بقى وشافوا نبوخذ نصر ده عايش في هدوء، قال لك ايه؟ الدنيا ايه؟ الدنيا بيس قوي، والدنيا سلام، ومفيش حاجة وحشة هتحصل. جالهم كمان انطباع ان فترة السبي دي مش هتطول، هتبقى فترة قصيرة قوي. فجي حزقيال اول حاجة عملها حزقيال عمل ايه؟ راح اجر بيت. تأجير البيت ده كان نبوة لايه؟ ان فترة ايه؟ فيها استقرار، لا العملية هتطول شوية، انا جاي اقعد مش جاي يمشي. فراح ايه؟ اجر بيت وخد مكان يقيم فيه، كأنه عايز يقول لهم فترة السبي هتطول ومش هتبقى بالأمور السهلة زي ما انتوا متوقعين. كأنه عايز يقول لها كل نبوة أرمية قالها لازم هتتحقق. عشان كده طول ما احنا ماشيين في الإصحاحات بتاع حزقيال، حزقيال بيعمل ايه؟ بيوصف حالة الدمار اللي هيحل عليهم بسبب عندهم والشر بتاعهم وبسبب عبادتهم للأوثان. يبقى ده أول هدف. يقول كده في إصحاح 21، أحب أقرأ لكم الحاجات دي عشان تاخدوا على الألفاظ بتاعت 21 آية 33. يقول أسكب عليك غضبي وأنفخ عليك بنار غيظي وأسلمك ليد رجال متحرفين وماهرين للإهلاك، ودمك يكون في وسط الأرض ولا تذكرين لأني أنا الرب تكلمت. الكلام ده إيه؟ فين؟ في آية في إصحاح 21 آية 33. ده هنا بيوصف لهم حالة الإيه؟ الدمار اللي هي إيه؟ هيشعر بيه. عدد 31. أوكي. بعد كده يتنبأ حزقيال عن سقوط أورشليم ويقول في إصحاح 33، طب ثانية واحدة كده، آية 21، وكان في السنة الثانية عشر من سبينا في الشهر العاشر في الخامس من الشهر أنه جاء إلي منفلت من أورشليم قال فقد ضربت المدينة
وكانت يد الرب علي. إصحاح 33 آية 21. فكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، أن الساكنين في هذه الخرب في أرض إسرائيل يتكلمون قائلين أن إبراهيم كان واحدا وقد ورث الأرض، ونحن كثيرون لنا أعطيت الأرض ميراثا. لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب: تأكلون بالدم وترفعون أعينكم إلى أصنامكم وتسفكون الدم، أفترثون الأرض؟ وقفتم على سيفكم، فعلتم الرجس، وكل منكم نجس امرأة صاحبه، أفترسون الأرض؟ يعني هنا إيه؟ يعني بيكلمهم على سقوط أورشليم. يبقى أول هدف من السفر هو توضيح نتيجة الخطية وثمرة الخطية. بعد ما كلمهم على الدمار والخراب، حب يوضح لهم ان التوبة هي الطريق الوحيد لاستمالة مراحم ربنا. في حزقيال 18 آية 27 شوف يقول ايه: وإذا رجع الشرير عن شره الذي فعل وعمل حقا وعدلا فهو يحيي نفسه، رأى فرجع عن كل معصيها التي عملها فحياه يحيا لا يموت. وبيت إسرائيل يقول: ليست طريق الرب مستوية، أطرقي غير مستقيمة يا بيت إسرائيل؟ أليست طرقكم غير مستقيمة؟ من أجل ذلك أقضي عليكم يا بيت إسرائيل كل واحد كطرقه، يقول السيد الرب. وبعدين يقولوا إيه؟ توبوا وارجعوا عن كل معصيكم ولا يكون لكم الاسم مهلكة، اطرحوا عنكم كل معصيكم التي عصيتم بها، وأعملوا لنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدا. فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ لأني لا أصر بموت من يموت، يقول السيد الرب، فارجعوا واحيوا. كلام واضح قوي. الرجوع معناه ايه؟ توبة، مش كده؟ عشان كده نفس الآية اللي جت في العهد الجديد: ان لم تتوبوا فجميعكم هكذا ايه؟ تهلكون. يبقى اول هدف من السر انه كان عايز يوضح ثمرة الخطية بتجيب ايه؟ حاجتين: تجيب دمار وتجيب ايه؟ خراب. دمار وخراب، سواء في أورشليم كبلد، وأورشليم هو ايه؟ حياتنا، مش كده؟ الخطيه مش ما بتجيبش غير دمار وخراب. والحل في ايه؟ الحل في الرجوع. التوبه هي الرجوع الى الله. ارجعوا واحيوا. الحياه مرتبطه بالرجوع، والحياه مرتبطه بالتوبه. ثالث هدف من السفر حاجة كويسة قوي. حزقيال النبي حب يأكد للشعب اليهودي اللي هو اللي كانوا المسبي ان العقاب اللي هيقع عليهم مش بسبب اخطاء ابائهم. نقطة مهمة قوي، وان ربنا مش ظالم. عشان كده ربنا العقاب ده بسبب خطيتهم ولا بسبب خطية ابائهم؟ لا، بسبب خطيتكم انتوا وشروركم انتم. عشان كده من اهم اهداف السفر التأكيد ان كل نفس مسؤولة عن خطاياها الشخصية وليس عن خطايا الغير. طب الشاهد بتاعها فين؟ برضو إصحاح 18 آية 2. يقول ايه؟ ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين: الأباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست،
حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن، كلاهما هما لي. النفس التي تخطئ هي تموت. حلوة الآية دي، هقولها تاني. النفس التي تخطئ هي تموت، والإنسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينه إلى أصنام بيت إسرائيل ولم ينجس امرأة قريبه ولم يقرب امرأة طامثا ولم يظلم إنسانا، بل رد للمديون رهنه ولم يختصب اختصابا، بل بذل خبزه للجوعان وكسى العريان ثوبا، ولم يعطي بالربا ولم يأخذ مربحة، وكف يده على الجور وأجرى العدل والحق بين الإنسان والإنسان، وسلك في فرائدي وحفظ أحكامي، ليعمل بالحق فهو بار وحياة يحيى يقول السيد الرب. شوف كم حاجة ربنا قالها تسبب لك الشاهد، يبتدي من إصحاح 18 من آية 2 لغاية آية 9. شوف كم حاجة تخليك تحيا، عاملة زي المزمور بتاع يا رب من يسكن في مسكنك. يا ريت كل واحد لما يروح يقرا الحته دي ويشوف هو بيعمل ايه من الحاجات الحلوه اللي عملها ربنا دي. اذا من الاهداف الصفر الحلوه ان كل نفس او النفس الذي تخطئ هي ايه؟ هي تموت. كل نفس مسؤوله عن نفسها. احيانا نقول هو ممكن ولادنا او احنا ندفع ثمن خطايا اهالينا؟ لا يا حبيبي، دي تطمننا قوي. لا يا حبيبي، النفس التي تخطئ هي التي تموت. كمان أكد على نقطة مهمة قوي من نفس المعنى. أكد على إيه حزقيال؟ إن خلاص واحد ما يكونش على حساب خلاص واحد تاني. والإنسان يطالب بموقفه الحالي مش موقفه بتاع زمان. شوف الآيات دي تطمننا ازاي. يعني ربنا هيحاسبك على ايه؟ على موقفك دلوقتي مش موقفك ايه. بشرط ايه؟ بشرط تكون تبت، شرط انت تبت. يعني معناها ان كل حاجة حصلت امبارح وتبت عنها ربنا هيطلبها منك؟ مش هيطلبها منك. مش عارف كده، هاتوا إصحاح 14. انتوا معاكوا أناجيل؟ 14 آية 20. وفي وسطها نوح ودانيال، وأنا قبلها بقى 19. تبتدي بقى منين؟ في 18. وفي وسطها هؤلاء الرجال الثلاثة، فحي أنا يقول السيد الرب أنهم لا يخلصون بنين ولا بنات، بل هم وحدهم يخلصون. أو إن أرسلت وباء على تلك الأرض وسكبت غضبي عليها بالدم، لا قطع منها الإنسان والحيوان. وفي وسطها نوح ودانيال وأيوب، فحي أنا يقول السيد الرب أنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة، إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. يعني كل واحد مسؤول عن خلاص إيه؟ كل واحد مسؤول عن خلاص نفسه. كأنهم ثلاث نقط أهم من بعض، كلهم يطمنون إن ربنا عادل قوي ورحوم قوي، وبيدي كل إنسان أقصى فرصة ليه علشان توبته وخلاص.
الله يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. آخر هدف من السفر، لما طالت فترة السبي ابتدى الشعب يصاب بالإيه؟ باليأس، مش كده؟ فجه حزقيال يعلن لهم إمكانية ربنا إنه يقدم القلب الجديد ويقدم الروح الجديد ويدي رجاء بإمكانية الحياة الجديدة. كأن ربنا عايز يقول إيه؟ مهما تأخرت في توبتك أنا لسه مستنيك ولسه حضني مفتوح ليك، مهما كانت خطيتك أنا لسه بحبك وهرجع أسكن فيك تاني وهخليك هيكل للروح القدس بتاعي. عشان كده ربنا عمره ما هيقول لنا ليه أخطيت، لكن هيقول لك إيه؟ ليه ما تبتش؟ مهما تأخرت ربنا مستني، ربنا مستني. شوفوا أهداف جميلة قوي موجودة في سفر حزقيال. أتمنى اللي احنا نكون عرفناها. حد يقدر يلخص لي الأهداف اللي احنا قلناها دي؟ ها ها تفضلي. أول حاجة نتيجة الخطية الخراب والدمار، تاني حاجة الحل الوحيد في التوبة والرجوع لربنا، تالت حاجة كل واحد مسؤول عن خلاص نفسه وخطيته، نمرة اتنين قلنا ان مفيش حد او الخطية لا ايه؟ لا تورث، الخطية لا تورث. يعني عايز اقول ربنا ما بيعاقبش الولاد على خطية اهليهم، كويس. واخر حاجة مش كده؟ وقلنا اخر حاجة لكل واحد فعلا مسؤول. اخر حاجة حتة ان ربنا مستني، وحتة الرجاء ان التوبة لسه زمن التوبة ما انتهاش. دي كانت اهداف. ايوه، يفتقد ذنوب الاباء في الابناء كنوع من التأديب، لكن مش كنوع من الهلاك، كنوع من الانذار وكنوع من التأديب، لكن مش كنوع من الهلاك. فيش حد اهو، ربنا كلام بيكلم اهو، كلام واضح قوي لما بيقول ايه؟ كل واحد، يعني الخطيه بتاعتي هي ايه؟ خطيه النفس هي اللي هتموتني، ماليش دعوه بخطيه اهلي. تعالوا نتكلم بعد كده على سمات السفر. يعني ايه سمات؟ صفات او ما يميز السفر ده عن غيره. يعني هتلاقي كده في سمات واضحه تميز السفر ده. اول حاجه نلاحظ ان سفر حزقيال كان سفر حماسي جدا، وانت بتقرا السفر هتلاقيه سفر ايه؟ بيتكلم بشكل حماسي. ليه حماسي؟ لان الشعب كان ايه؟ كان عنيد جدا، وكان يعني غليظ القلب جدا، وبالتالي كان حزقيال يتعامل معهم ازاي؟ بطيبة؟ لا، كان بشدة جدا وبحزم جدا وبغيرة جدا وبجراءة جدا. تخيلوا واحد بيتكلم بغيرة وحماس وحزم، هيبقى سفر شكله ايه؟ هادي ولا سفر حماسي؟ سفر حماسي. ومن طريقة الاسلوب اللي كتب بيه حزقيال السفر نقدر نحدد معالم شخصية مين؟ حزقيال نفسه. كان شخصية جريئة، شخصية قوية، وكان شجاع نشيط، كله كده غيرة
ودي صفات مين دي؟ صفات مين؟ مش الخادم؟ الخادم لازم يكون كله ايه؟ نشاط وغيرة. كمان تاني حاجة نلاحظها في السفر انه سفر مليان بالتمثيلات وبالرموز. التمثيلات اللي هي يقصد بها التشبيهات، تشبيهات او الاستعارة، زي في إصحاح 17 يشبه نبوخذ نصر ويشبه فرعون بالإيه؟ بالنسر، يقول النسرين الكبيرين أو النسرين الكبار، ويشبه نقله لبابل بقصف رأس فرع الأرز ونقله إلى أرض كنعان. كلها هتلاقي بقى طول ما أنت ماشي في السفر هتلاقي تشبيهات كتيرة قوي واستعارات كتيرة قوي، وهتلاقي رموز كتيرة قوي. في إصحاح 37 برضو يستخدم عصايتين ويدمهم كده على بعض عشان يعبر على انضمام مملكة إفرايم ومملكة يهوذا في مملكة واحدة. طب يعبر عنها ازاي؟ يجيب عصايتين ويضمهم على بعض كأنه كان بيتنبأ عن انضمام مملكة إفرايم ومملكة يهوذا. حزقيال نفسه كان رمز، عشان كده كان أحيان بيسموه بصانع الرمزية. في إصحاح 12 آية 6 لما بيقول إيه؟ لقد جعلتك رمزا أو آية لبيت إسرائيل. يعني معنى كده حزقيال كان بيستخدم نفسه، هو نفسه إيه؟ رمز وآية. عشان كده تلاقي حزقيال في السفر ده بيقوم بأدوار غريبة جدا جدا ومختلفة. يعني مرة يقضي أيام ساكت خالص ما يتكلمش، ومرة تاني ينام على جنبه الشمال 390 يوم وينام على جنبه اليمين 40 يوم، وبعدين كلها رموز، وبعد كده يبطل سكوت وتلاقيه بيغني ويعزف على آلة موسيقية. كل دي كانت رموز خلت التشبيهات الكتيرة دي خلت المفسرين يوصفوا حزقيال أو يصفوه بالخادم الروحاني اللي بيستخدم كل إمكانياته أو الإمكانيات المتاحة حواليه عشان يخدم بيها ربنا ويخدم بيها شعب. ممكن يعمل كل حاجة. عشان كده أجمل حاجة في الخادم أنه يحط أو يكرس كل إمكانياته لحساب الخدمة ولحساب أبديته. فكرتني دي في بولس الرسول لما قال صرت لليهودي كيهودي لكي أربح اليهود، صرت للضعيف كضعيف لكي أربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لكي أربح على كل حال قوم. يعني ايه؟ يعني الخادم مستعد يعمل كل حاجة في إمكانياته، كل حاجة ربنا مديها له بيحطها في ايه؟ يحطها لحساب خدمته، ما يستخسرش على ربنا حاجة خالص. زي اللي بيربي ولاد يقول له ايه؟ يقول له انا مش هبخل عليك، اللي عندي هديهولك. اهو الخادم بيعمل كده، وده اللي عمله حزقيال. كل حاجة، يعني ممكن حاجة كل حاجة يعملها. ربنا عايزه يسكت يستخدم سكوته، ربنا عايزه يتكلم يستخدم كلامه. كل الأمثلة، كل الأساليب، بس المهم يعني عايز يوصل لهم بأي شكل، بأي شكل افهموا. كانت واضحة قوي في حزقيال دي استعداده ان يعمل اي حاجة علشان يربح بيها كل نفس،
مهم ان المسج توصل والرسالة بتاعته توصل. اخر حاجة كان يفكر فيها هو نفسه وراحته ابدا. شوفوا بولس يقول ايه، ولست احتسب نفسي سمينة عندي. هو ده الروح كانت بتاعت حزقيال، ودي الروح الخادم كمان. كمان السفر ده احنا بنتكلم عليه دلوقتي، على السمات بتاعت السفر. السفر ده ما يكشف لناش بس على شخصية حزقيال انه كان راجل بتاع نبوات وراجل بتاع رؤى بس، لا ده كمان حزقيال كان راجل كتاب مقدس، كان راجل دارس كويس، كان شخصية كتابية، كان مليان حزقيال بالكتاب المقدس، ملم جدا بكل الأحداث وبالمواقف والشخصيات. عشان كده شفناه يتكلم في أسفار موسى الخمسة، وأشار في النبوة لقصة الخلق بتاعت آدم وحواء، واتكلم عن نوح، واتكلم عن دانيال، اتكلم عن أيوب. كل ده موجود في إصحاح 28. وفي إصحاح 14. سمة تانية نلاحظها في حزقيال، انه بالرغم ان كان عنيف جدا في التعامل مع الخطاة وفي وصفه للخطية، لكن السفر تلاقيه مليان برجاء التوبة ورجاء رحمة ربنا ورجاء الأبدية. التوازن بين الاثنين، هتلاقيه عنيف جدا في مواجهة الخطية، لكن برضو اتكلم عن لازم يكون في حتة توبة وفي رجاء موجود عندنا. زي ما بيقول الكتاب، عندما تكثر الخطية تكثر النعمة جدا، مش كده؟ كل ما خطيتك تزيد في نعمة مستنياك، وفي نعمة تشدك للتوبة مهما كانت خطيتك. ويقول كده المزمور، عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. كل ما المشكلة تزيد كل ما عمل ربنا يزيد أكتر، وكل ما الرجاء يزيد أكتر، يجرح ويعصب. آخر حاجة بتميز السفر هو أن السفر كان بيهتم بالطقس والعبادة الكهنوتية. وفي نفس الوقت كان بيهتم بالروحانية في العباد. عشان كده نلاحظ في السفر اللي احنا شفنا حزقيال المتعدد او الخادم المتعدد المواهب. شفنا حزقيال الكاهن، ابن الكاهن لان ابوه كان كاهن، اللي كان مهتم قوي بالهيكل ومهتم قوي بالذبيحة. وشفنا حزقيال اللي كان بيعلن اسرار المستقبل. وشفنا حزقيال الرائي اللي كان بيكشف اسرار العظمة الإلهية. وشفنا حزقيال الراجل اللاهوتي اللي كان بيدرك أسرار الإيمان. وشفنا حزقيال الكارز اللي كان بينادي بالتوبة. وشفنا كمان حزقيال الأديب وحزقيال الشاعر. شوف كم شخصية، شاعر وأديب وفنان وكارز، وإيه تاني، وراجل ملم بالكتاب المقدس، وكاهن، ولاهوتي، ورائي، ونبي. فعلا كان متعدد المواهب. عشان كده تملي الخادم يسعى تملي ان هو ما يكتفيش بعنده 10 صوابع، لكن عايز يخلي 10 صوابع دول كام؟ 20 20. كل شوية ينمو اكتر، يجتهد اكتر، يطور نفسه، يقرأ اكتر، يتعب اكتر. عشان ايه؟ ده مش بس في الحتة الروحانية، في حياتنا عامة. احنا ليه النهاردة ولادنا ايه اللي يميز احنا النهاردة كترنا ولا ما كترناش؟ النهاردة احنا كم مليون؟ ايه اللي يميز ابني عن غيره؟ ايه اللي يميز ابني؟ كل ما صوابعه تكتر كل ما ايه؟ كل ما يتميز عن غيره.
لكن هيخرج من الكلية بتاعته ما في ايه؟ 50,000 واحد تتخرج معاه، لكن لازم في حاجة تميز ابني عن غيره، يتعلم كمبيوتر، ياخد يبقى عنده لانجويج، ياخد كورسات اكتر، يتعلم بيانو، اي حاجة، بس ما يطلعش الواد ايه؟ يطلع فقير، مش كده؟ لازم يسبق غيره. النهاردة التعليم بقى نوع من البيزنس، مش كده؟ بقى الناس بتعمل انفستمنت في الايه؟ في التعليم، ياخد دبلومة معرفش من امريكا، ياخد معرفش دبلومة والام بي اي، الحاجات دي كنا نسمعها من 10 سنين، كنا نسمع للام بي اي ونسمع الدبلومات ونسمع عن، لا ما كناش نسمعها. النهاردة كل الناس عايزة تعمل الام بي اي وعايزة تعمل دبلومات وعايزة تاخد كورسات وتروح تاخد في الاي او سي وتروح تاخد معرفش فين عشان ايه؟ تتميز عن ايه؟ غيرها. نفس الفكرة دي كانت موجودة عند حسقيال، ونفس الفكرة دي موجودة فينا احنا كخدام. احنا جايين النهاردة نعمل ايه؟ جايين النهاردة نطور نفسنا، عايزين نتعدد في المواهب، نتعلم من حسقيال ونتعلم من كل حاجة ربنا بيدهلنا في الكنيسة نملاها. غير واحد محلك سر، مش كده؟ لا، محلك سر ده ما ينفعش. طب أني لفظ أصح، متعدد المواهب ولا متعدد مواهب الروح القدس فيه؟ ها إنين أصح؟ دي مواهبي أنا ولا مواهب ربنا؟ خير ربنا عليا، خير ربنا عليا. عشان كده الإنسان الروحاني كل ما يسيب نفسه في إيد المسيح بكل ثقة وبإيمان، المسيح اللي هو الفخاري الأعظم يعمل فيه إيه؟ يشكل منه كده خادم جميل، خادم قوي، مليان بمواهب الروح القدس زي حسقيال. كل ما هتسيب نفسك في إيد المسيح كل ما هتلاقي نفسك ربنا بيشكلك بشكل حلو كده. مين مننا كان يتوقع انه يخدم ولا يبقى كاهن ولا يبقى مين يعرف؟ كل واحد، لكن ربنا ليه قصد، ربنا ليه قصد في كل حاجة. انا حكيت لكم قبل كده، انا طول عمري موظف في بنك، بس قعدت 20 سنة ال 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 اسمها ايه دي، الترقية، حتى نسيت اسمها، الترقية مع صلاجة. ليه يا رب؟ ما الناس كلها زي يعني كل خلق ربنا بيترقوا، كل اصحابي كل زملائي كل واحد راكب عربية سودة وبسواق والتكييفات واسمه ايه ده سكرتيرات، اشمعنى انا رب اللي يعني واقف لي كده في العملية كتير 20 سنة؟ طب ليه يا رب؟ ما بيردش علي. وبعدين في الاخر ابونا يقول لي فاضي؟ قلت له فاضي. قال لي تيجي تلبس معانا؟ قلت له يا سلام البس. اول ما قال لي انت فاضي ولا وراك حاجة افتكرت ايه؟ قلت يا سلام يا رب، 20 سنة انت معصلك الترقية عشان ايه؟ طب لو انا كنت ترقيت كان هيفع اكون كاهن والبس العمة؟ لا طبعا. هيجي ابونا يقول لي فاضي؟ اقول له لا، الحقيقة النهاردة عندي ريسبشن وعندي اجتماع وعندي مشروع كبير، مش كده؟ فربنا اللي يسيب نفسه في ايد ربنا، ربنا يشكل منه حاجة حلوة قوي ويطلع منه خادم زي حسقيال متوهب او متعدد المواهب. ونتعلم من حسقيال برضو ان مهما كان حسقيال غني بالمواهب كان بينسب الغنى ده لمين؟ لربنا. يعجبني الآية قوي بتاعت بولس الرسول، يقول ليكن لنا هذا الكنز في اواني ايه؟ خزفية، لكي يكون فضل القوة من الله وليس منا. الكنز اللي هو ايه؟ اللي هي المواهب بتاع الروح القدس موجودة في اواني ايه؟ يعني مين الاواني الخزفية دي؟ احنا الاواني الخزفية اللي
تنفخ فيه يجعل له ايه؟ يتكسر، مش كده؟ لكي يكون فضل القوة من الله. عشان كده بولس يقول لا انا بل نعمة الله العاملة فيه. عشان كده نقدر نقول كده ان سفر حزقيال ده سفر كل كاهن وسفر كل خادم وسفر كل مؤمن عايز يتوب وعايز يتمتع بالايه بحياة جديدة مع ربنا. اقول لكم على نقط برضو، ان سفر حزقيال يعتبر امتداد لسفر ارميه. يعني ايه امتداد؟ يعني نفس الكلام اللي كان بيكلمه ارميا. يعني ارميا ركز على اصلاح القلب من جوه، مش كده؟ بدل ما الواحد ينشغل، كان ارميا كله بيتكلم على بدل ما الواحد ينشغل بالمظاهر الخارجيه في العباده، لا صلح قلبك من جوه. وبرضه جه حزقيال يتكلم بعد كده عن أهمية تجديد القلب. عشان كده محور السفر كله بتاع حزقيال، لو حبيت أدي سفر حزقيال كله عنوان واحد هقول أهمية تجديد القلب. واتكلم السفر في حاجتين، الحاجة إلى القلب الجديد وإيه هي علامات القلب الجديد. يعني لو جينا النهاردة ندي عنوان لسفر حزقيال كله نختار إيه؟ أعطني قلبا جديدا. في إصحاح 11 آية 19 يقول إيه؟ وأعطيتكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. كان زمان وإحنا صغيرين خالص يعلمونا في مدارس الأحد صلوة ما كناش نفهم معناها بس حافظينها قوي، يا رب خد من قلبي، خد القلب الحجر واديني قلب ايه؟ لحم. خد القلب الحجر بتاع الخطية واديني قلب لحم بتاعك مليان حب ومليان رحمة. وبعد كده يكمل ويقول واجعل روحي في داخلكم واجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون احكامي وتعملون بها. خلي بالك من الكلام ده، ربنا عايز مننا ثلاث حاجات، عايز السلوك، عايز الحفظ، عايز العمل والتنسيق. شوف يقول ايه، واجعل روحي في داخلكم واجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون احكامي وتعملون بها. السلوك الأول وبعدين الحفظ وبعدين العمل والتنفيذ. كل وصية ربنا عايزني أسلك فيها لازم الأول أحفظها وبعدين أنفذها وبعدين أعمل بيها. عشان كده ممكن الثلاث حاجات دول نسميهم التدريج في حياتنا الروحية. فاكرين زمان لما اتكلمنا على ثلاثة ت، حياتنا مع ربنا كم ت؟ ثلاثة. ايه الثلاثة ت؟ اول ت هي ت الايه؟ التغصب. التغصب اول درجة، اول ت في حياتنا مع ربنا اسمها ت التغصب. حياتك ما اول ما تبتدي مع ربنا تلاقي نفسك عمال ايه؟ تغصب نفسك. طب لما تترقى شوية تخش في التاء التانية، ايه التاء التانية؟ نتيجة التخصب خلاك توصل للتعود. كنت الاول بتظبط 50 منبه عشان تصحى 6 الصبح، مش كده؟ عشان لو واحد رن وما سمعتش التاني صحيك وتصحى بالعافية. لكن شوية شوية حصل ايه؟ بقيت تلاقي نفسك يجي 6 الصبح من غير منبه تلاقي عينك مفنجلة. ايه اللي حصل؟
مبروك، انت دخلت في التاه التانية، تاه اسمها ايه؟ تاه التعود. ولما تتعود تبتدي يجرى لك ايه؟ تبتدي تتمتع، تبتدي تتلذذ. مشكلتنا اللي احنا عايزين من اول تاه نخش على التاه التالتة. يقول لك يا بولا ما بحسش بالصلاة. طب طبعا مش هتحس بالصلاة، هو انت اول ما تخش هتخش على التاه بتاع التمتع؟ هو انا لما دخلت الدير وابتديت احفظ القداس دخلت في اني تاه؟ كنت اول ما بصلي القداس بتمتع بالقداس وجود ولما تيجي تسوق العربية اول ما تقعد في العربية انت لسه مش عارف تسوق، تحط لي ايدك تطلع لي ايدك من الشباك وتحط ايدك كده ولا تقعد بكلبش في الدريكسيون؟ ليه مكلبش في الدريكسيون؟ انت لسه بتخصب نفسك مش كده؟ شوية شوية هتتعود تلاقي نفسك بدل ما كنت مقتب فردت جسمك. وبعد كده حصل ايه؟ لا ده انا بقيت دلوقتي اسوق وانا من غير العربية خالص. عشان ربنا يديك قلب جديد. ربنا يقول ايه؟ واعطيك قلبا ايه؟ جديدا، مش كده؟ كأن ربنا بيقول لك عشان اديك قلب جديد اديني قلبك الايه؟ اديني قلبك القديم. عشان كده يقول لك يا ابني اعطيني قلبك، اعطيني قلبك. يعني ايه؟ لازم عشان اديك قلبي جديد لازم اخد قلبك القديم. طب ايه علامات القلب الجديد اللي قالنا عليها حزقيال؟ العلامات دي موجودة في إصحاح 36، نطلعها. آية 27 يقول وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون بها وتسكنون الأرض التي أعطيت أباكم إياها وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها وأخلصكم من كل نجاساتكم وأدعو الحنطة وأكسرها ولا أضع عليكم جوعا وأكثر ثمر الشجر وغلة الحقل لكي لا تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم فتتذكرون طرقكم الرديئة وأعمالكم غير الصالحة وتمقتون أنفسكم أمام وجهكم من أجل أثامكم وعلى رجاستكم لا من أجل أجلكم أنا صانع يقول السيد الرب فليكن معلوما لكم فأخجلوا وأخزوا من طرقكم يا بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب في يوم تطهيري إياكم من كل أثامكم أسكنكم في المدن فتبنى الخرب وتفلح الأرض وتفلح الأرض الخربة عوضا عن كونها خربة أمام عيني كل عابر فيقولون هذه الأرض الخربة صارت كجنة عدن والمدن الخربة والمقفرة والمنهدمة محصنة معمورة فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم أني أنا هو الرب بنيت المنهدمة بنيت المهدمة وغرست المقفرة أنا الرب تكلمت وسأفعل هكذا قال السيد الرب. أول حاجة في القلب الجديد إن الروح القدس بيسكن فيه ويبقى مسكن للروح القدس مش كده؟ يبان كده. بيقول إيه؟ تسلكون في فرائدي أجعل روحي في داخلكم. يعني أول حاجة إن الروح القدس يسكن فيه. تاني حاجة دي علامات القلب. تاني حاجة قلب قوي يسلك في الوصية ويحفظ أحكام ربنا ينفذها. تالت حاجة قلب بسيط يستريح بالوعود الإلهية ينبسط بالوعد بتاع ربنا. كمان قلب نقي
قلب شبعان وقلب مليان خير